الو، وينك؟ اوكي. برا السوق؟ اوكي، انا اعلمك مين اللي بيطلع برا السوق. يا اخي مالك دخل؟ ايش دخلك؟ ليش تلاحقني؟ ايش تبغى فيني؟ لا، الحكومة ما حطتك عشان تلاحقني. الحكومة قالت ما في مطاردات، وقالت ما في احد، شغلتكم تنصحون الناس وتمشي. مالك دخل في احد. يلا بس برا السوق. يلا، ماني طالع برا السوق. ماني طالع. وش عندك؟ خواتك ما شاء الله. وش عندك؟ ما تشوفين منهم الشعرة؟ مو مالك دخل يا اخي. انا حرة، احط مانيكير بعد تنظر مانيكيري ليش؟ يلا تفضلي. ماني طالعة. يلا وش بتسوي؟ ماني طالعة. وش بتسوي؟ يلا علمني. ماني طالعة. يلا وقفت لك. انا هنا وين بعد واقفة؟ ما عندي شيء. خلاص اوكي. ولعلمك ترى كل شيء مسجل. ها مسجل. يلا ابتسم للكاميرا. مالك دخل؟ مالك دخل بجوالي؟ وفي سب وفي قذف وفي تهزيء جوا الفيديو كله. اوكي. انت تتركني؟ انا ما اضمن، ممكن يلحقني يصدمني بالسياره. ما في شيء اسمه جهه رسميه. طيب انتوا جهه رسميه صح ولا لا؟ جابكم بلاغ من مواطن بتحرش، سواء جهه رسميه ولا مو جهه رسميه. لا ما لي دخل. ولعلمك ترى الفيديو الحين نزل تويتر وفيسبوك، يعني كلمة واحدة يوصل عبد العظيم لطيفة على الشيف ويدري عن كل خرابيطك. ما انت مسؤول عني، ما انت مسؤول عني عشان حاطه مناكير. هذا المناكير مساحته على فمي. بعد تنظر فمي بعد. يلا ما تستحي بعد. مسوي تخاف ربي. خلي لا يلحقني. انا حره امشي بالسوق على كيفي، بتسوق على كيفي.